السلام عليكم خوتي خواتاتي، مرحبا بكم في قناتكم اجي نتعلمو. فيديو اليوم باذن الله غادي يكون تحت عنوان اجي نتعلمو تيبس اند تريكس. غادي نشاركو فيه افكار واقتراحات تعاوننا المراجعه موفقه للامتحانات وطريقه ذكيه يمكن نستخدمو هذه المعلومات لامتحانات اخرى ان شاء الله في المسيره ديالنا. لكن قبل ما نبداو علاش لا ما ديروش ما تضغطوش على زر الاشتراك باش يوصلوكم فيديوهات جداد، ولانه اي اشتراك واي لايك فهو كيزيد فينا الروح والحماس باش نشاركوا المعلومات ونصاوبوا فيديوهات افضل وافضل. اذا على بركه الله نبداو بالتيب الاولى او لا الفكره الاولى، لانه لينا كنتفرجوا دابا في المعلومات اللي خاصنا في الباك او الامتحانات اخرى في الفيديوهات، كاينين فيديوهات اللي طوال وحنا ما عندناش الوقت نشاهدوا كل شيء، فجبت لكم هذا التيب بيني ليا دابا فيديو ديال كيفاش نبدا باك حر وانا ما عندي اللي يعاوني، هو فيديو في خمسة ديال ثواني، ولكن كاينين فيديوهات اخرين اللي يقدروا يوصلوا خمس دقائق، اسفه كاين فيديوهات اخرين اللي يقدروا يوصلوا حتى 30 دقيقه ساعه جوج سوايع، وانا دوك المعلومات جوهريه وضروريه خصني نتفرج فيهم، فكيفاش غندير وانا بغيت نفهم وناخذ المعلومات من الفيديو؟ اذا كنمشي للسيتينغز سبيد او السرعه كما كتشوفوا هي اللي كتلعب ليا الدور في هاد التيب هادي، فنقدر نزيد السرعه ديال الفيديو وبالتالي يكون عندي هذوك المعلومات اللي بغيت بسرعه اكبر، والفيديوهات ديال مثلا ساعه جوج سوايع كيولي فيهم نص ساعه وكنستافد اكثر ونقدر نتفرج بزاف الفيديوهات في نفس الوقت اللي نقدر نتفرج فيه غير في واحد. ثانية ان شاء الله باش نخدم مرتب وانا كنقلب على المعلومات والفيديوهات، بغيت نحتفظ بكاع داكشي اللي لقيتو ونرجع ليه فوقاش ما بغيت فوقاش ما احتاجيتو. راه هاد التيب غادي تعاونكم بزاف. فنفس لا فيديو مثلا بغيت نحتفظ بها بشكل مرتب ولكن ما نتيليشارجيهاش، فاشنو غادي ندير؟ ربما هذا فيديو، ربما شي فيديو على ماده الاجتماعيات، ربما فيديو على ماده اللغه العربيه. فالفكره اللي نعطيكم دابا هي انهم ندخلوها في لي فافوري، لا ليست دي فافوري ديالي، فكما كتشوفوا هذيك النجيمه، واللي نزيدكم انه داك لا ليست دي فافوري نرتبها على حساب المواد، مثلا الاجتماعيات اي حاجه لها فافوري اجتماعيات غتكون في ديك البلاصه، فرنسيه الرياضيات باش نمشي نكون مرتب، يعني بغيت حاجه اجتماعيات راه غادي نمشي ديريكتومون الفافوري ديال الاجتماعيات. فكما كتشوفوا دابا هاني لقيت الفيديو اللي راني كنقلب عليه. تيب رقم 3 هي ملي كنكون كنقلب على موضوع وكنلقى بزاف ديال المعلومات في اكثر من سيت، فهاد التيب هي ليك انه كناخذ هذوك كنحل على واحد الفيشي وورد وكنبقى نكوبي المعلومه اللي بغيت ونكوليها وندير في واحد الفيشي مثلا هادي ديال تقديم شي حاجه وكنلقى كاع المعلومات اللي بغيت نقدر نرجع ليهم. ملي كنكون خدام بالهاتف ديالي النقال ولقيت معلومات بغيت ندخلها للكمبيوتر ديالي عبر نفس الشيء، فانا جبت لكم الحل. الاقتراح هو عباره عن ابليكاسيون عاونتني بزاف واحد الدرجه ما كتصور، سميتها جوجل كيب. هاد الابليكاسيون كيفاش نخدمها؟ خصني انستاليها ويكون عندي نفس الكونت ديال جوجل في التليفون وفي الكمبيوتر، لان دابا غادي نوريكم الطريقه ديالها. فها هو ها هي الشاشه ديال الهاتف ديالي، فهو لابليكاسيون لونها اصفر وفيها داك المصباح. دابا غادي نحلوها ونشوفوا الداخل ديالها كيفاش كتخدم. فكما كتشوفوا هذا هو الداخل ديالها، راني حليتها. فديجا عندي هنا واحد الموضوع نموذجي لقيتو كوبيتو كليتو هنايا وغنلقاه ابخي في الكمبيوتر ديالي باش نقدر نخدم به. دابا غادي نكتب حنا نوت جديده، فكتبت اسم ديال القناه. فكما كتشوفوا هنا نقدر نبدل الالوان، نقدر نزيد صور، بزاف ديال الحوايج. دابا غادي نشوفو واش غدخل ليا في البيس ديالي. غادي نشوفو دابا واحد الصوره ديال البيس ديالي، ها هو
نقدروا نديروا لابليكاسيون في الاكستنسيون باش ندخلوا ليها في ساعة. فكما كتشوفوا نفس الشيء اللي كتبته في الهاتف ها هو دابا راه عندي في الحساب ديالي في الكمبيوتر. فهي سهلة بزاف، كتقدروا يعني تبدلوا فيها شي معلومة ولا أي حاجة، سهلة بزاف وكتعاون بزاف. شكرا جزيلا على مشاهدة لا فيديو، إلا عجبكم وبغيتوا فيديوهات أخرى من نفس النوع فيها نصائح جديدة، لأني بزاف بحال كيفية أنه تحكم الوقت ديالنا في المراجعة، ما عليكم إلا تكومنتوا تحت سبسكرايبيو باش يجيكم فيديوهات من نفس النوع وفيديوهات أخرى. وشكرا، دمتم في رعاية الله.